ألخص هذا الباب بهذه المسائل. أولا، ظاهر الأحاديث النهي أن يقوم الرجل ليجلس الرجل مكانه، وحمل هذا العلماء هذا النهي على الكراهة التنزيهية. الثاني، يحرم على الإنسان أن يأمر جالسا بالقيام ليجلس مكانه، لأن هذا يقود إلى مفاسد عريضة، ومنها القضاء على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف. الثالث، أن المقصود بالمجالس هنا جميع المجالس التي يجلس فيها الناس، سواء مجالس البيوت أو مجالس الديوانيات العامة أو مجالس المساجد المسألة الرابعة، استثنى العلماء القيام لمن له والدية عليك أو فضل أو ولاية قد حصل هذا في العهود السابقة، عهد السلف الصالح، أنهم قام بعضهم لبعض وأجلس بعضهم بعضا. المسألة الخامسة، استحباب الجلوس حيث ينتهي بك المجلس، استحب لك أن تجلس حيث انتهى بك المجلس. المسألة السادسة، وجوب تواضع المسلم، يجب على المسلم أن يتواضع في جميع أحواله المسألة السابعة، يستحب التفسح في المجالس والتوسع، المجالس الضيق المسألة الثامنة، أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به، سواء ترك فيه علامة أو لم يترك، وهذا في المساجد وبقية المجالس، يعني على العموم. المسألة التاسعة، لا يجوز منازعة أحد في مجلسه ولا مضايقته، وإنما المشروع الاستئذان، فلا يجوز أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وهذا يشمل الرجال والنساء على القاعدة التي نذكرها دائما، يعني المرأة لا يجوز لها أن تجلس بين امرأتين إلا بإذنهما. المسألة الحادية عشرة منع وحسم كل ما يثير البغضاء والعداوة. المسألة الحادية عشر، يستحب للإنسان إذا بنى بيتا أن يوسع مجلسه، كبر المجلس يعني. المسألة الثانية عشر، النهي عن الجلوس في الطرقات إلا لما لا بد منه المسألة الثالثة عشر، ورد النهي عن الجلوس وسط المجلس، ولعلكم تلحظون هذا من عنوان الباب، لكن الحديث لم يذكره هنا. لماذا؟ لأنه ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الشيخ ناصر. بعض العلماء حسن هذا الحديث ما يجلس الإنسان وسط الحلقة، وسط المجلس، المسألة الرابعة عشر من الآداب، الاستئذان حال الخروج، فكما أنه يسلم حال الدخول يسلم حال الانصراف، فليست الأولى بأولى من الثاني، كذلك الانصراف، يسلم ويستأذن. المسألة الخامسة عشرة، أن الداخل ينبغي له أن لا يجلس إلا بأمر صاحب البيت، اجلس هنا أو اجلس هنا. المجلس المسألة كم؟ السادسة عشرة. تواضع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وورعهم، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قام له شخص فلم يجلس في المكان الذي قام منه. المسألة السابعة عشرة، وهذه مسألة لم تذكر هنا لكن نذكرها من باب الآداب، سنية دعاء كفارة المجلس، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وإذا من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. كم؟ 18. 18. ينبغي التقيد بآداب المجلس، من ذلك عدم التثاؤب، وإذا غلبه كظم عدم التثاؤب، لأن من الناس من إذا طرأ عليه التثاؤب في المجلس فغر فاه وأظهر صوتا، وهذا منهي عنه عموما. ومن آداب المجلس أن يتأكد هذا، أنك ترد التثاؤب، فإذا غلبك تكظم، تكظم ولا ترفع الصوت. من آداب المجلس إذا عطست أن تحمد الله عز وجل وأن لا ترفع صوتك بالعطاس، وأيضا أن تغطي وجهك، تغطي وجهك. العشرون ها؟ نعم العشرون. لا العشرين، العشرون احنا نستحلي بالفوائد شوي. عدم إطالة الجلوس في المجلس، عدم إطالة الجلوس. فإذا قضى الإنسان حاجته وأخذ نهمته انصرف، إلا إذا رغب صاحب المجلس، إلا إذا رغب صاحب المجلس. طبعا من الآداب عدم مد الأرجل في المجلس إلا بعد الاستئذان، كان يكون رجل كبير في السن أو مريض يعاني روماتيزم مثلا، يقول لصاحب المجلس أو لأهل المجلس سامحوني أنا عندي آلام، عندي كذا، أمد رجلي. ليس من الأدب أن يمد الرجل رجليه بحضور الناس، ليس من الأدب إلا بعد أن يستأذن، إلا بعد أن يستأذن. وذكرنا مسألة أظن التفريق بين اثنين ها؟ أحسنت، عدم الجلوس الجلسة المنهي عنها، القعدة هذه المغضوب عليهم، ما يجلس جلسة المغضوب عليهم. صار عندنا 21. طبعا العلماء ذكروا آداب كثيرة للمجلس، آداب المجلس، لكن هذه أهمها.